يعتبر الأمين العام المستقيل للأفلان جمال ولد عباس واحداً من أبرز الأمناء العامين في تاريخ الحزب العتيد، نظراً للطابع الهزلي الذي كان يميز خطابه السياسي. فمنذ توليه الأمانة العامة لجبهة التحرير يوم 22 من أكتوبر 2016 ذرفت دموع في أول يوم. ولد عباس بدأ مساره كأمين عام للأفلان بتصريحات مثيرة، فتارة يقول أن الجزائر أفضل من السويد. في الميزانية السنوية يوفروا 3.5% من الميزانية للتحولات الاجتماعية، الترانسفير سوسيو. احنا وصلنا وانا تدربت عليها انا ذاك 2008 13%. وتارة أخرى يقول أن الجزائر أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بيه متاع المياه صالحة للشرب، ما بيه عين صالح متاع مرس، أعطوني دولة في العالم ما من الملكة نجيبه. جمال ولد عباس يتباهى دائما بأنه مجاهد أثناء الثورة التحريرية محكوم عليه بالإعدام. احنا بنينا الدولة، حررنا البلاد، أنا معكم مجاهد محكوم عليه بالإعدام وراك رايح. ويتأثر سريعاً بمن يذكره بأيام النضال والشهادة أثناء الثورة. الرسالة إلى يومنا هذا وإلى جانب رفقائه من المجاهدين الذين نستمد منهم شرعيتنا، نحن نلتقي مع جبهة التحرير الوطني في الإرث التاريخي. ولد عباس لم يكن بطلا ثوريا فقط، بل كان طبيبا مخترعا درس في جامعة لايبزيغ رفقة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل. أنا في لايبزيغ في ألمانيا مع انجيلا ميركل، خلينا في نفس الجامعة. الأمين العام السابق للأفلان لم يكن يرضى بأن يشبه الرئيس بوتفليقة بأي رجل سياسي آخر. القضية مش عمارة بني شيمة، القضية بوتفليقة يخضر الشر. تعمل لي بوتفليقة مع عمارة بني يونس على الشيطان. ولا يحبذ أن يسرد تفاصيل لقاءاته مع الرئيس. راك دخلت في السيمات رو عند لوكا مودريتش بالك هو يجاوب. ويضطرب حين تناديه الرئاسة. انتخابات واش جبتي اليوم توقف ولا شكون فوق عندك الماء؟ انا بيه. انا كان امبورطون مين تصريحات ولد عباس لا تكاد تخلو من الطرافة، كيف لا وهو الذي يصلي التراويح في البيت رفقة جهاز التلفزيون بسبب تخوفه من الذهاب إلى المسجد. مع التلفزيون ما نروحش المسجد من وقت الإرهاب، ما نمشيش المسجد، نصلي في الدار مع التلفزيون. كما ينسى في بعض الأحيان أنه أمام كاميرات التلفزيون ويطلق العنان لعفويته. هيا نضحكوا كامل. هي سي موا كي لي دوني لا ميداي سيدي موسى. We'll be right back.